خاشعة ومن عليه في الكون معتمد. مددت كفي إليك مبتهلا وأنت حسبي فلا ترد يدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة بعنوان كهف المسلم. الجميع منا اعتاد أن يعبد الله سبحانه وتعالى العبادات، ولكن قلما من يتأثر بهذه العبادة أو يشعر بهذه العبادة أو يقطف ثمار هذه العبادة. اليوم سأتكلم عن سورة الكهف، السورة التي يقرأها المسلم يوم الجمعة، وأغلب المسلمين يداومون على قراءتها، لكن الموضوع ليس بخصوص فقط قراءة سورة الكهف، لكن الموضوع بخصوص أثر سورة الكهف. ولماذا تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال عنها بأنها نور بين الجمعة والجمعة، أي أنها بمثابة الكشاف الذي ينور حياة الإنسان. صحيح أننا نقرأها، صحيح أننا مداومين على قراءتها، لكن لا نرى هذا النور ولا نحمل هذا الكشاف أصلا، ولا يصل هذا النور إلينا حتى الآن، أو البعض منا لم يصل هذا النور حتى الآن. لماذا؟ لأنه لم يفهم المراد من الأحداث الموجودة في سورة الكهف. سورة الكهف لا يستهان بها، سورة فيها أكثر من 4 قصص. للوهلة الأولى يهيأ للشخص أنه لا رابط بين هذه القصص وأنها مجرد أحداث، كل قصة لها حدث معين وعبرة معينة، لكن بالتدقيق وفهم معاني هذه الآيات نلاحظ أن لكل قصة معنى وهدف معين. دعونا نتتبع هذه القصص على عجالة ونستخرج منها النور، لعلنا نحمل الكشاف ونضيء أيام الأسبوع الموجودة بين الجمعتين التي نقرأ بها سورة الكهف. بداية تكلم عن فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مجموعة من الشباب قرروا أن يسجنوا أنفسهم داخل الكهف لأن المجتمع فاسد، لأن المجتمع كافر، لأن المجتمع ظالم وضال. فهم هربوا بفكرتهم وإيمانهم، لكن كانوا ضعفاء، هربوا إلى هذا الكهف. حينما تقرأ قصة أصحاب الكهف هؤلاء الشباب، اسأل نفسك واسألي نفسك، هل الكهف بالنسبة لك مجرد مكان للنوم؟ أم الكهف مجرد مكان لتضييع الوقت كما نفعله نحن في بيوتنا، فقط تضييع الوقت، أو مكان للأكل والشراب والنوم فقط؟ أم هو مكان لكي تبتكر به أفكار رائدة ومبادئ ثابتة وتحافظ عليها، وأحيانا تلتزم بيتك خوفا من هذا المجتمع والحفاظ على هذا المبدأ؟ قصة ثانية، قصة صاحب الجنتين وهو كافر بأنعم الله وله صديق مؤمن يحاوره. هذا الصديق اختار الحوار بدل أن يضرب هذا الصاحب، فهو يريد أن يسمعه صوته. هل حاولت كمؤمن قوي أن تسمع صوتك إلى من حولك؟ هل حاولت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أم أنك تعيش في هذه الحياة لا شيء؟ القصة الثالثة، أيضا سيدنا موسى مع العبد الصالح، وما تخفي هذه القصص من أحداث وراء الحدث الحقيقي ومن رسائل مبطنة لا يفهمها الشخص العادي، والعلم اللدني الذي كان يتمتع به الخضر عليه السلام، وكان يفهم أن وراء قتل الغلام مصلحة للأمة الأب، وراء حرق السفينة مصلحة لأصحابها، وراء بناء الجدار مصلحة للولدين. كل هذه الأمور لا نعرفها، لا نعرف أن نحلل ببساطة. نحن ليس لدينا وعي، أو لدينا وعي منخفض أحيانا، لا نعرف ما سبب الابتلاء وما سبب الأحداث وكيف أفسر هذا الحدث، وهل هذا الحدث يريد الله أن يعطيني به إنذار، أم يريد الله أن يرفع به درجتي، أم يريد الله أن يرقيني، أم يريد الله أن يلفت نظري إلى شيء معين. لا نعرف. هناك أناس ثقافتهم للأسف ألا شيء، ألا شيء هو الأكل والشراب والنوم. وهذا الكلام هو ليس كلام للعلماء، هو ليس كلام
للناس التي يحملون الشهادات العليا، إنما كلام للمؤمن، مؤمن بالفطرة يستطيع أن يفهم ويكشف هذه الأمور. أيضا المرحلة الرابعة وهي مرحلة ذو القرنين، الحضارة العظيمة، القوة، العدل، اتباع الأسباب. وكأن الصورة تريد أن تقول لكل مؤمن ولكل مؤمنة، أنتم ما بين الفتية الذين آمنوا بداية كانوا ضعافا إلى ذو القرنين القوي، ستمرون بكل هذه المراحل. أثناء قراءتكم لسورة الكهف اعرف أنت في أي مرحلة، هل أنت في مرحلة الفكرة أم في مرحلة القوة؟ الشخص الذي يريد أن يسمع صوت إيمانه لكل الناس، أم في مرحلة العبد الصالح الذي يسأل والذي يسأل عن كل شيء، أم في مرحلة ذو القرنين، وأنك وصلت فعلا لاتباع الأسباب واتخاذ القرارات وبناء الحضارة؟ هل أنت فعلا عنصر بناء؟ هل أنا فعلا أم ذات مفعول وأثر في بيتي ومع أولادي وفي مجتمعي؟ كل هذه التساؤلات تطرحها سورة الكهف بشكل أسبوعي لكل قارئ يقرأ هذه السورة. ففهم الواقع أحيانا يجعلني أفهم النص، وكما قال العلماء حسب حرفية النص نقوم أحيانا بتحليل خطأ، ولكن حينما نعرف المقصد وراء العمل فإننا نفهم بالطريقة الصحيحة. لذلك قصص القرآن لا نستهتر بها، سموها العلماء هيبة القصص، لها هيبة كبيرة، والإنسان بطبيعته ونفسه البشرية يحب أن يسمع صد القصص، فها هي شيء ممتع، اسمع هذه القصص، افهمي معناها، تفسيرها، في من نزلت، ما قصة هذا العبد الصالح، ما قصة سيدنا موسى، ما قصة ذو القرنين، ومن هو ذو القرنين، وما قصة هؤلاء الفتية. هذه القصص تلقي القرآن إلى كل من يستهين في موضوع القصص، تلقي القرآن قصص عبارة عن نماذج بشرية قدمت إلينا بطبق من فضة كي نتعلم منهم وكي نأخذ العظات والعبر جاهزة بعد أن مروا هم أنفسهم بهذه التجارب وبكل هذه التساؤلات. فلا نستهتر بالقصص القرآني ولا نحاول أن نمر على قصة ثم أن يكون لدينا فضول في معرفة هذه القصة، فنحن نتأرجح في مراحل هذه القوة، مرحلة الفكرة، مرحلة قوة المؤمن، ومرحلة العبد الصالح وسيدنا موسى، ومرحلة ذو القرنين. ولا نريد أن نعامل القرآن في هذا الشهر الفضيل مجرد ختمات متتالية جافة خالية من أي فهم للمعنى، مجرد كلمات أخذ ثوابها وحسناتها. لا نريد فقط أن نعامل القرآن هذه المعاملة الظاهرية، فكلما قرأنا أكثر وفهمنا القصص أكثر كلما حدث هنا التغيير، ويصبح القرآن يغير ويصبح القرآن له أثر. وبالتالي بعد شهر رمضان ترى أناس قد بان عليهم أثر الصيام، بان عليهم أثر القيام، يعني أكثر من 20 يوم 30 يوم أنت تقوم وأنت تقومي بين يدي الله في صلاة التراويح كل ركعة، هذا قيام ليلي. يعني الأصل أن نرى أثر بعد شهر رمضان، لكن كنا في الأعوام السابقة لا نرى الأثر ولا نرى أثر الصيام ولا أيضا نصل إلى التقوى حتى. لكن اليوم نحاول سويا ونحن جنبا إلى جنب أن نصل إلى حقيقة العبادات، حقيقة هذه الكنوز الموجودة بين يدينا ونحن لا نحسن استغلالها. القرآن الكريم كنز، قصص الصحابة كنز، كل الابتلاءات التي مروا بها كنوز لنا تعلمنا كيف نمر بالابتلاءات، قصص التربية مثل قصة سيدنا لقمان، قصة سيدنا مريم تعلمنا التربية، قصص تعطينا الأمل من جديد. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إليه الوجوه خاشعة، ومن عليه في الكون معتمد، مددت كفي إليك مبتهلا وأنت حي.
حسن.